أثناء استخدامك للمتر ممكن تكون في معلومات أنت مش عارفها، وقت ما تعرف المعلومة دي تفيدك وتسهل ليك شغلك أو تجيب لك طريقة أسرع للشغل، حتى لو كنت لوحدك ممكن تقدر تستخدم القياس بطريقة أصح وأدق. مقدمة المتر هنا هنلاقي فيها فتحة بالنظام ده، الفتحة دي فايدتها إيه ومعمولة ليه؟ الفتحة دي لو عايز تعمل قطر دايرة على قطعة خشب هنثبت فيها الخشب مثلا مسمار براغي، وهنجيب المتر هنثبته كده، هنثبت المتر فيها، وهنجيب قلم رصاص ونحط القلم الرصاص على المقاس اللي احنا عايزين ونلف قطع. اللف ده هيجيب معاك ايه؟ الدايرة بتاعتي. تمام، غير كده القطعة الأولانية نفس القطعة ديت هنلاقيها غير مثبتة بأحكام، غير مثبتة بأحكام. لو أنت بتقيس قدامك طريقتين تقيس بيهم، في حاجة الطريقة اسمها من جوه جوه اللي هو شغل النجارين، هتقيس مثلا من البداية لغاية النهاية، هتجيب لك مثلا المسافة اللي احنا واقفين عليها 20 سم. تمام كده، أنت ضغطت بالمتر على البداية، ضغطت بالمتر على البداية جابت لك المسافة اللي معاك 20. طب انت لو شديت، لو عكسنا وخدناها كده وشدينا كده من بره بره، جابت لك برضو المقاس هو 20. القطعة دي الفرق بتاع الشد والارتخاء بتاعها ده، الفرق بتاعها ملي واحد، اللي هو الملي ده مقاس سمك الحديد، سمك قطعة الحديد الأولانية، معوض الملي ده. لو انت قيستها من جوه جوه هتجيب لك نفس المقاس اللي انت تقيسه من بره بره. طيب في حاجة تانية، المتر هنلاقي في أغلب الأمتار مكتوب عليها على الجسم البلاستيك بتاعه زائد كذا، زائد مثلا هنا مكتوب زائد 6، زائد 6 ده معناها إن المتر من هنا لغاية هنا 6 سم. أنت تقدر تقيس من جوه جوه، يعني هتاخد المساحة من جوه جوه هتقيسها كده وتقف على ايه؟ على النهاية بتاعتها. طب هو كده كام؟ 14 زائد 6 اداك برضو ال 20 اللي احنا بنتكلم عنها، نفس الدرجة. تمام، بدل ما تتني المتر حتة تانية المتر كده وتقيس، تاني المتر كده وتقيس وتجيب المسافة 20، يعني ممكن تختل معاك في حاجة بسيطة، 20 تيجي 20 ونص، 20 و2 ملي و3 ملي. ده طبعا لو انت بتشتغل في حاجات دقيقة، في إزاز، في خشب، فطبعا هتختلف معاك، لو في تركيب أو كده هتختلف معاك، هتديك مقاس تاني. تمام، دلوقتي القطعة اللي معانا اللي هي مقدمة المتر برضو هنلاقي فيها الأسنان دي، الأسنان دي لو أنت بتعلم هتقيس وتعلم، فتقيس وتعلم فيها تدي لك حز اللي انت عايزه، هتقيس وتضغط عليها هتديك حز على قطعة الخشب اللي معاك، هو ده العلام بتاعك تقدر تشتغل عليه. تمام، المتر هنا بيتكلم بالسنتي، بالسنتي، يعني مثلا هنا هنلاقي 10 سم، وهنلاقي برضو هنا 3 بوصة، 4 بوصة، 5 بوصة، البوصة ديت معروف انها 2 سم ونص. ده كل اللي احنا نقدر نقوله عن المتر، وخلاف كده طبعا هتلاقي ايه الموجود، واحد قدم هنا، واحد قدم. في بعض الامطار اللي هي الامطار الامريكي هنلاقي في حاجة اسمها المظة على بعد 8 قدم، موجود حتة مربع صغير كده هنوريها لكم في اخر الفيديو. المربع ده بيدل ان انت وصلت لل 8 قدم، اللي معظم استخداماتهم المقاسات مواد البناء الامريكية هتلاقيها بتتكلم على 8 بوصة. 8 قدم.